بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحصة الرابعة لدرس للفقراء مجانا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحصص السابقة. تذكر عزيزي الطالب أن درسنا اليوم قصة بعنوان للفقراء مجانا. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتعرف على خطوات درسنا اليوم والحصة الرابعة. أولا، عرض تهيئات الدرس ومناقشتها مع الطلاب. ثانيا، عرض أهداف الدرس وتوضيحها للطلاب. ثالثا، الاستماع للقصة من قبل المعلم ثم قراءة الطالب للقصة مع تحديد المفردات الصعبة. رابعا، يتم مناقشة الطلاب في القصة من خلال طرح المعلم مجموعة من الأسئلة لترسيخ فهم القصة لدى الطلاب، وبعد كل سؤال ستجد إجابة لهذه الأسئلة، ولكن عزيز الطالب لا تنتقل إليها إلا بعد أن تجيب على معظم الأسئلة بنفسك. خامسا، عرض نشاط لتقييم مدى فهم الطلاب للدرس مع إرفاق نموذج لإجابة هذا النشاط، ولكن عزيز الطالب أرجو عدم فتح الإجابات إلا بعد التأكد من محاولتك الإجابة بنفسك أولا. سادسا، عرض نشاط آخر حيث سيختار الطالب نشاط من الأنشطة المعروضة وتسجيلها بالدفتر. سابعا، التقييم الختامي، وذلك من خلال استخدام الرابط الموجود بالشريحة للإجابة على الأسئلة المرفقة. ثامنا، الانتقال لموقع عصافير وقراءة القصة التي أرفقها المعلم لك والإجابة عليها من خلال الأنشطة المعروضة. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نقوم بتنفيذ أول خطوة من خطوات درسنا اليوم وهي التهيئة. هيا بنا طلاب الأعزاء نتذكروا بعض الأحداث التي حدثت في القصة التي درسناها في الحصص السابقة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، فكر ثم أجب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، من الذي أشار على الفقير بزيارة الطبيب؟ نعم، إجابة صحيحة، الذي أشار على الفقير أن يذهب إلى الطبيب زوجته. السؤال الثاني، من الذي فتح الباب للفقير؟ وما الحديث الذي دار بينهما؟ إجابة صحيحة، أسمع من يقول أن الذي فتح الباب للفقير هو الخادم، والحديث الذي دار بينهما، قال الفقير: ابنتي تموت، أريد أن أتحدث إلى الطبيب، لكن الخادم قال له أن الطبيب مشغول، وأنه نبه عليه ألا يجيب سائلا. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثالث، ماذا فعل الفقير بعد أن أغلق باب الطبيب في وجهه؟ إجابة صحيحة، مد يده إلى الناس يطلب منهم حسنة فلم يعطيه أحد. السؤال الرابع، برأيك لماذا لم يقدم الطبيب المساعدة للفقير؟ أحسنت، إجابة صحيحة، لأنه كان مشغولا بكتابة الخطاب الذي سيلقيه في المجمع الطبي. الآن حان وقت معرفة هدف درسنا اليوم، وهو أن يحلل المتعلم القصة من حيث العناصر الفنية والفكرة المحورية والتعبيرات، بمعنى بعد قراءة القصة وبعد الانتهاء من القصة سنقوم باستخراج الزمان والمكان والشخصيات والأحداث والمشكلة الموجودة في هذه القصة. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نستمع إلى الجزء الأخير من هذه القصة والجزء الرابع للكاتب محمود أحمد طيمون، فهيا بنا نستمع الآن. يقول الكاتب محمود أحمد طيمون في قصته: وإذا بشرطي يقول له: ماذا تفعل يا رجل؟ أتتسول في الطريق؟ هيا إلى مركز الشرطة. فقال له الفقير: لما تعود التسول يا سيدي.
ولكن ابنتي تموت، فأردت أن أجمع أجرة الطبيب، فلم أجد غير هذه الوسيلة، ولكن الشرطي قاده للمركز، وهناك قضى ليلته. وفي الصباح عاد الفقير لمنزله بعد أن أطلق سراحه، وكانت الساعة تدق العاشرة، وإذا به يسمع صراخا وولولة، فهرول لداره فوجد زوجته تبكي وتصرخ، وابنته قد فارقت الحياة، فانكب عليها وقد فقد الرشد. وفي هذه الساعة، الساعة العاشرة، كان الطبيب الدكتور واقفا يخطب في المجمع الطبي ويصيح بملء فيه: الطب أيها السادة هو النبع الفياض الذي يستقي منه الفقير بلا أجر ولا ثمن، الطب هو الدار التي يدخلها المريض وقد أشرف على الهلاك فيخرج منها صحيحا معافا، بل الطب في نظر أيها السادة كبيوت الله تجمع بين الفقير والغني والبائس والسعيد، بل ربما كان الطب أوسع صدرا للفقراء وأحن قلبا على الضعفاء البائسين. والآن طلاب الأعزاء، بعد أن استمعنا للجزء الرابع في هذه القصة والجزء الأخير، هيا الآن حان دورك للقراءة. هيا ابدأ الآن بالقراءة، وأثناء قراءتك ضع خط تحت الكلمة الصعبة التي لم تفهم معناها، وابحث عنها في المعجم المرفق أو ابحث عنها في الشبكة المعلوماتية. هيا بنا الآن نبدأ بالقراءة. والآن طلاب الأعزاء، بعد أن استمعنا القصة وقرأناها وفهمنا أحداثها، هيا بنا الآن نتناقش سويا في معاني الكلمات الجديدة في هذه القصة. ما معنى كلمة هرولة؟ أحسن، أسرع، الفياض، أحسن، كثر وامتلأ وزاد، يتمتم. ما معنى كلمة يتمتم؟ إجابة صحيحة، يتكلم بكلام خفيف غير واضح. ولولة، ما معنى كلمة ولولة؟ صياح النساء ونواحهن. وما معنى كلمة تصرخ؟ تصيح بصوت عال. وما معنى كلمة يستقي؟ أحسنت، إجابة صحيحة، يحصل عليه. ما معنى كلمة أحنى؟ أرحم. وما معنى كلمة الهلاك؟ الانتهاء. وما معنى كلمة انطهره؟ أحسنت، إجابة صحيحة، أغضبه. والآن عزيز الطالب، بعد أن عرفت معاني الكلمات الجديدة، الآن اختر بعض الكلمات من هذه الكلمات ووظفها في جملة من إنشائك. والآن طلاب الأعزاء، حان وقت مناقشتكم في هذه القصة التي قرأناها اليوم من خلال هذه الأسئلة. سأقوم الآن بطرح عليكم مجموعة من الأسئلة، وعليك أن تفكر في السؤال أولا قبل أن تجيب. هيا بنا نطبق من خلال فهمنا لفقرة اليوم. السؤال الأول: ما المشكلة الثانية التي وقع فيها الفقير؟ نحن نتذكر أن المشكلة الأولى التي وقع فيها الفقير أن ابنته كانت تصرخ من الألم وترتعد من البرد، هذه هي المشكلة الأولى. أما المشكلة الثانية التي وقع فيها الفقير ما هي؟ أحسنت،
إجابة صحيحة. المشكلة الثانية، عندما رآه العسكري قاده إلى مركز الشرطة وقضى هناك ليلته. السؤال الثاني، متى فارقت ابنة الفقير الحياة؟ وماذا كان الطبيب يفعل في هذه الساعة بالذات؟ أحسنت، إجابة صحيحة. عندما عاد الفقير إلى بيته في الساعة العاشرة، كانت ابنته قد فارقت الحياة. وفي هذه الساعة كان الطبيب يخطب في المجمع. الطب أيها السادة هو النبع الفياض الذي يستقي منه الفقير بلا أجر ولا ثمن. السؤال الثالث، ما المغزى الأساسي الذي تناولته هذه القصة؟ أحسنت، المغزى الأساسي لهذه القصة أن الطب مهنة سامية، يجب على من يمارسها ألا يرد مريضا أبدا حتى ولو قام بعلاجه دون مقابل. السؤال الرابع، صور الكاتب مشهدين متزامنين في نهاية القصة، وضح العلاقة بينهما مبدين رأيك في الجمع بينهما. الكاتب في نهاية القصة صور لنا مشهدين، ما هما؟ أحسنت، في الوقت الذي كان يلقي الطبيب خطبته عن ضرورة مساعدة المرضى الفقراء، كانت المريضة التي امتنع عن علاجها قد فارقت الحياة. والآن عبر بكلمة واحدة عن كل تعبير مما يأتي. التعبير الأول، كأس في البالي، ما الكلمة التي تعبر عن هذا التعبير؟ أحسنت، حزين، فقد الرشد، ضل، فارقت الحياة. أحسنت، إجابة صحيحة، ماتت. برقت أساريره، إجابة صحيحة، فرحة. خفق قلبه، رائع، اضطرب. يفوه ببنت كلمة، ما الكلمة التي تعبر عن هذا التعبير؟ يفوه ببنت كلمة، أحسنت، يتكلم. والآن عزيز الطالب، طبق من خلال فهمك للقصة، أكمل الخريطة الذهنية التالية. ولكن قبل أن تبدأ في هذا النشاط عزيز الطالب، أنصحك بأن تقرأ القصة كاملة حتى تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. بعد قراءة القصة، استخرج منها الزمان، المشكلة، المكان، الشخصيات، الأحداث، الدروس المستفادة. ولا تنسى عزيزي الطالب، في الشريحة التالية ستجد إجابة لهذا النشاط، ولكن يجب عليك ألا تنتقل إلى الشريحة التالية إلا بعد أن تجيب على هذه الأسئلة بنفسك أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الشريحة التالية حتى تقيم نفسك. والآن عزيزي الطالب، قيم نفسك من خلال نموذج الإجابة التالي. الزمان هو، المكان هو، المشكلة في القصة هي، الشخصيات هم، الأحداث. الأحداث عزيز الطالب، ستكتب بعض الأحداث التي ذكرت في القصة، اكتب 3 أحداث أو 4 أحداث كما تريد. الدروس المستفادة من هذه القصة هي، شكرا لك عزيز الطالب.
والآن عزيزي الطالب احضر دفترك واكتب التاريخ والعنوان والهدف واختر نشاطا من هذه الأنشطة الموجودة أمامك، نشاط واحد أو اثنان أو ثلاثة، وسجله بدفترك. وإذا أردت أن تحل أكثر من نشاط فهذا سيكون عملا رائعا. قم الآن بحل النشاط، هيا ابدأ. الآن قد وصلنا لنهاية هذه الحصة، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحصة واستفدتم منها كثيرا. قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط الموجود أمامك وأجب على الأسئلة المرفقة. طلابي الأعزاء، حتى ننمي مهارة القراءة عندنا، الآن اذهب وافتح موقع عصافير واقرأ قصة.